السلام عليكم، معكم بون بون. طبعا لاني اكتشفت حاجات كتيرة مهمة عن لعبة بولدز بيزكس education and learning، فقررت انزل جزء تالت من السلسلة دي، او 10 خفايا وخبايا مرعبة وجديدة عن بولدي. اما بالنسبة للناس اللي مستنيه الجزء الرابع من حقائق عن جراني وسلندرينا، عايز اقول لكم ان اسيب لعبة جراني وسلندرينا شوية وانزل فيديوهات عن العاب مختلفة، وارجع انزل عن جراني وسلندرينا بعدها بشوية عشان يكون في تنوع شوية في القناة. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تنزل تحط لايك وتشترك في القناة، واسيبكم مع موضوع الفيديو. في الفيديوهات اللي نزلتها عن بولدي منشور كنت بقول لكم عن شوية حقائق عن اللعبة، زي تحليلات عن شخصية فايل نيم 2 وانه بيتحكم في بولدي وان بولدي شخصية مظلومة. لكن لو شفنا سيناريو لعبة بولديز بيزكس education and learning هلا يبقى حاجة تانية خالص. واللي مش عارف سيناريو الالعاب، هو بيكون نص بسيط عن قصة اللعبة وبيكتبوا صناع الالعاب قبل ما ينزلوا اي لعبة، والسيناريو غير القصة بتاعت الصديق اللي لسه 7 دفاتر واحنا لازم نجمعهم. والشخص الوحيد اللي نزل السيناريو ده هو يوتيوبر اسمه كافي تي في، وهتلاقوا رابط قناته في الوصف. وفي السيناريو ده مكتوب ان بولدي كان استاذ عادي جدا، كان بيدرس في مدرسة للطلاب، وكان بيحب جدا الرياضيات، وكان بيحب يدرسها كويس للطلاب، كان اجتماعي وبيحب الناس، ولكن لما حد يغلط في مسألة من المسائل بتاعته كان بيتضايق جدا. بولدي كان شخصية مصابة بالاكتئاب، وفي يوم من الايام بدأ يشتغل في مجال الثري دي والجرافيك، وبعدها تم العثور على بولدي مقتول في بيته، وده بسبب ان هو انتحل لسبب لحد دلوقتي احنا مش عارفينه. وقالوا لما شافوا الحاسوب بتاعه لقوا صنع لعبة اسمها هو بولديز بيزكس education and learning، وفي اللعبة دي صنع شخصية بتشبه شخصيته تماما، وحتى خلى اسم الشخصية بنفس اسمه وبنفس شخصيته اللي بتحب الرياضيات وبتكره حد يغلط في مسألة من المسائل بتاعته، وخلى الشخصية شكلها غريب وجسمها نحيف وما عندها الشعر. وفي اللعبة دي بولدي بيتحدى الطلاب اللي يغلطوا في المسائل الرياضية انهم يهربوا من المدرسة، وان هو هيحول المدرسة لجحيم لو حد غلط في مسألة من المسائل بتاعته. وده يعني ان في قصة لعبة بولدي's basics education and learning بولدي هو اللي صنع اللعبة قبل ما يموت، وصنع شخصية بولدي المدرس عشان تمثل شخصيته. اما صانع اللعبة الحقيقي بعيد عن القصة هو ميكا ماجونيجل، وقصة لعبة بولدي تعتبر من اغرب واغمض قصص العاب الرعب، واكتر قصة مليانة بالاسرار. في البعض منكم بيعتقد ان لعبة بولدي هي لعبة ساخرة وانها بتحتويش على قصة. لعبة بولدي بتحتوي على قصة، وهي القصة اللي حكيتها لكم من شوية، وعشان اكون صريح معاكم هي ساخرة في حاجة واحدة بس، وهي ان صانع اللعبة سخر فيها من عالم اسمه ستيفن هوكينج. والعالم ده هو عالم فيزيائي معاق وبيقول نظريات عن الكون وعن عدم وجود اله للكون، ولكن في ناس كتيرة جدا كانوا ضد تفكير العالم ده. فصانع اللعبة بعد ما توفي العالم ده بأيام بسيطة اضاف شخصية فيرست برايز، واللي هي بترمز للعالم ده وبتشبهه من حيث طريقة الكلام وشكل الكرسي المتحرك. I communicate with a computer system in a box in the back of my wheelchair. This system was put together. I see you, friend. I am coming with your door. وخلاه نص روبوت، وحتى خلى الشخصية بتقول كلام غريب نوعا ما عشان تكون ساخرة أكتر من العالم. I have been programmed to desire your image. I hug people for all eternity. Will you marry me? وبرضه خلى الشخصية من أغبى الشخصيات في اللعبة، لأنه أحيانا بيكون عايز يساعدك وبيدفعك ناحية بولدي. وأنا متأكد إن ميكا ماجونيجال أضاف فيرست برايز عشان يكون ساخر من العالم ده، وخلاه بالمواصفات دي عشان يكون ساخر أكتر منه، وخصوصا إن هو أضافه بعد وفاة العالم ده بأيام بسيطة جدا. طبعا دلوقتي هتسألوا ايه قصة الشخصيات اللي مع بولدي في المدرسة؟ هو ليه بولدي اللي صنع اللعبة واضافهم؟ كل الشخصية في لعبة بولدي's basics in education and learning هي كانت تجربة لتقنية الجرافيك والثري دي اللي كان بيشتغل عليها قبل ما يموت. فمثلا برنسبل وارتس اند كرافترز وبلاي تايم وجوتا سويب كانوا تجربة لتقنية التو دي، وبولي وفيرست برايس كانوا تجربة لتقنية الثري دي، وعمل لكل شخصية فيهم دور محدد في المدرسة. فمثلا بولي هو الشخص المتنمر، وارتس اند كرافترز هو الشخص الغامض، وبلاي تايم هي الشخصية المرحة، وبرنسبل هو مسؤول الدور، وجوتا سويب هو عامل النظافة، وفيرست برايز هو التلميذ المعاق. ونلاحظ ان تصميم كل شخصية فيهم غير متقن وفي عيوب كتيرة جدا، وده بسبب انها كانت اول تجربة لبولدي اللي صنع اللعبة في مجال الجرافيك والثري دي، والشخصيات دي ملهاش اي علاقة او رابطة بقصة اللعبة،
لان قصة اللعبة متعلقة ببولدي وفايل نيم 2 بس، وفايل نيم 2 هتعرفوا ايه حكايته دلوقتي. طبعا دلوقتي كتير منكم هيسأل هي ايه هوية فايل نيم 2 الحقيقية. فايل نيم 2 هويتها هتكون صادمة عند اغلبكم شوية، لان فايل نيم 2 يكون هو نفسه روح بولدي الحقيقية اللي صنع اللعبة، وهو بعد ما مات عرف بطريقة معينة يدخل في اللعبة بتاعته، وفي حاجات كتيرة بتثبت كده. الدليل الاول هو اننا ركزنا في كلام فايل نيم 2 هنلاحظ ان هو عارف حاجات كتيرة عن اللعبة وكأنه هو اللي صنعها. وده بيثبت لنا ان فايل نيم 2 هو نفسه بولدي الحقيقي اللي صنع اللعبة وصنع الشخصية اللي بتشبهه في الشخصية او استاذ بولدي، لانه عارف حاجات كتيرة جدا عن اللعبة وكأنه هو اللي صنعها. اللعبة لم تعد مثل ما حصلت عليها، انه شيء مفسد. وبرضه هنلاحظ انه بيأكد علينا اننا ندمر اللعبة. هو بيقول كده لانه مش عايز حد يعرف شخصيته الحقيقية او شخصية بولدي اللي هو صنعها، وان هو فاكر ان اللعبة دي خطيرة. وبرضه هنلاحظ انه بيقول انه مش محتجز في اللعبة. مما يعني ان فايل نيم 2 هو اللي دخل بارادته. الدليل التاني اننا نلاحظ في مكتب برنسبول مجموعه من اللوح لشخصيات اللعبه، ونلاحظ ان فايل نيم 2 مش موجود معاهم، وده لان فايل نيم 2 في الاصل ما كانش ضمن شخصيات اللعبه، وهي روحه عرفت تدخل اللعبه اللي صنعها بعد ما انتحر. لو ركزنا في اسم فايل نيم 2 هنلاقي ان معناه هو اسم ملف اسنان. لو في ملف في جهازك وجهازك ما تعرفش عليه او ملوش اسم هتلاقي الجهاز تلقائيا قرأ فايل نيم، واكيد فايل نيم 2 لما عرف يدخل اللعبه اللي هو صنعها اللعبه قرأت اسمه تلقائيا فايل نيم 2 لانها ما تعرفتش عليه. واكيد الاتنين دي بترمز ان فايل نيم 2 هو نسخه تانيه من بولدي، لانها زي ما احنا عارفين انهم نفس الشخصيه، لان فايل نيم 2 هو اللي صنع بولدي عشان يمثل شخصيته ايام لما كان بيصنع اللعبه، لكن فايل نيم 2 هو النسخه الاصليه. زي ما احنا عارفين في كل تحديث للعبة بولدز بيزكس اديوكيشن اند ليرنينج بيتضاف نهاية للعبة. التحديث الاول ما كانش فيه اي نهاية، كانت بتظهر صورة مكتوبة عليها لقد فزت. التحديث التاني بتظهر نفس الصورة مع صوت فايل نيم 2، وفي التحديث التالت ظهر فايل نيم 2 بنفسه في اللعبة. وخلينا نركز على نهاية التحديث التاني. بالتأكيد فايل نيم 2 في الوقت ده كان بيحاول يدخل العالم بتاع اللعبة اللي هو صنعها، وبيقول لك افعل اشياء اسوأ، وكان يقصد بكلامه افعل اشياء اسوأ في اللعبة، وان هو محتاج يعبر للعالم بتاع اللعبة. وبالفعل في التحديث اللي بعده هنشوف ان فايل نيم 2 نجح وعرف يعدي للعالم بتاع اللعبة اللي هو صنعها، وهيحكي لك بعدها حاجات عن اللعبة وانك المفروض تدمرها. لو ركزنا في محادثة فايل نيم 2 هنلاحظ ان في صوت شخص بيضحك. الشخصية دي لحد دلوقتي احنا مش عارفين مين هي. وبرضه هنلاحظ ان فايل نيم 2 بيقول انهم منتبهون. في الجزء الاول والتاني من حقائق عن بولدي قلت لكم ان في ارواح بتسكن المدرسة، والدليل لاننا نسمع صوت صراخ، فمن ممكن الارواح دي هي نفسها اللي بتضحك في نهاية اللعبة، لاننا هنلاحظ ان مفيش اي حد في المكتب غير فايل نيم 2 بولدي، لكن في خلل، وانها من الممكن بتسخر من كلام فايل نيم 2. وبرضه فايل نيم 2 كان يقصدهم بجملة انهم منتبهون، ولكن السؤال هو ما علاقة هذه الارواح بفايل نيم 2؟ وهل من الممكن الارواح دي كانت سبب في انتحاره ايام لما كان بيصنع اللعبة؟ شاركنا برأيك في التعليقات. السؤال ده كتير منكم سألني عنه في التعليقات، وهو ايه علاقة الموزة اللي في المكتب بفايل نيم 2؟ انا متأكد ان الموزة دي موجودة بس عشان توضح لنا ان الشخصية دي تكون روح بولدي الحقيقية اللي صنعت اللعبة، لان لو خدنا اول حرفين من كلمة بنانا او موزة باللغة الانجليزية هنلاقي انهم نفس اول حرفين من اسم بولدي، وصنع اللعبة اضافها لنا عشان يعرفنا ان فايل نيم 2 هو بولدي الحقيقي او بولدي اللي صنع اللعبة.
انتحر بعدها للسبب اللي حد دلوقتي احنا مش عارفينه. لو ركزنا في لعبة بولدز بيزكس انيوكيشن اند ليرنينج هنلاحظ ان في اخطاء كتيرة جدا في اللعبة، زي اننا لو حلينا السؤال الاول بشكل غلط والباقيين بشكل صحيح بولد يحصل له مشكلة ويتحرك بشكل سريع جدا، واحيانا بيرتكف وبيتحرك تحركات غريبة. وانا اعتقد ان الاخطاء دي مش من صنع اللعبة، وان صنع اللعبة قاصد كل غلطة فيهم. وانا اعتقد ان الاخطاء اللي في اللعبة دي كلها بسبب فايل نيم 2 لما دخل العالم بتاع اللعبة، لان في نهاية اللعبة هنلاقيه خلى بولد بالهيئة دي وكأنه في خلل، فمن الممكن برضه هو السبب في كل الجليتشات اللي بتحصل لبولدي في اللعبة. وبرضه متنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات. طبعا دلوقتي كتير منكم هيسألني مين هو الشخص اللي احنا بنلعب بيه في مدرسة بولدي، وهي قصة الشخص اللي لسه 7 دفاتر في المدرسة ومين هو اصلا. اولا انا عايز اقول لكم اننا منلعبش بشخصية محددة في المدرسة، لان فايل نيم 2 بيقول لنا وده يعني ان احنا هو الشخص اللي بيلعب في المدرسة ومش شخصية محددة. اما بالنسبة لقصة اللعبة بتاعت السبع دفاتر، فبولد الحقيقي او اللي هو فايل نيم 2 هو اللي كتبها وقت لما كان بيصنع اللعبة، وهي قصة مش بتعبر عن اي حاجة ومفيش اي شخص هرسلنا للمدرسة. حتى لو ركزنا في شكل مدرسة بولد هنلاحظ انها موجودة في السماء، مما يعني انها مش مدرسة حقيقية اصلا ومفيش اي صديق ارسلنا للمدرسة. احنا بنلعب في عالم من تصميم بولدي الحقيقي واللي هو فايل نيم 2، وهو كتب القصة دي كتجربة ليه في صناعة الالعاب ومجال الثري دي قبل ما ينتحر. وبس كانت دي كل حاجة. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.